نحن بحاجة إلى التفكير في التواجد في لحظتنا، كيف نكون أفضل في لحظتنا؟ تلك الفكرة عن ذلك التنفس، التواجد في الوقت الحالي يصبح مهماً حقاً، لأن الشيء الوحيد الذي نتحكم فيه هو الوقت الحالي. هذه هي اللحظة الوحيدة التي يمكنك التحكم فيها. لا يمكنك التحكم في الماضي أو الأمور التي لم تسير على ما يرام في تخطيطاتك أو تحضيراتك أو في تخطيطات أو تحضيرات الدولة. أنت لا تملك التحكم في أي من هذه الأشياء. هذه الأشياء أصبحت في الماضي.